نبقى في نشاطات الدوائر، حيث شهدت الدائرة الخامسة نهاية أعمال الحملة التوعوية حول كيفية استعمال الغاز داخل المنازل. جاء تنظيم الحملة من قبل جمعية أرسات للتوعية من مخاطر استعمال المواد البترولية. عائشة أحمد دقي. الحملة التوعوية التي قام بها أعضاء جمعية أرساد للتوعية في مخاطر استعمال المواد البترولية حول كيفية استخدام الغاز وصلت إلى ختام أعمالها في الكنيسة الإنجيلية رقم 8 ورقم 17، بهدف توصيل رسالتهم عقب القداس الإنجيلية واستهداف شريحة النساء ذات العمر المعني باستخدام الغاز. ومنها توجه أعضاء الجمعية إلى بعض الخلاوي القرآنية لتمرير نفس الفكرة والوصول إلى الغاية لتفادي مخاطر المواد البترولية. وعقب ذلك جاءت المناسبة الختامية لأنشطة تلك الحملة التوعوية، حيث أشاد في بدايتها الأمدة النائب لبلدية الدائرة الخامسة جمعة محمد بالبادرة التي قام بها هؤلاء الشباب، وقال بأنه من حسن الحظ الدائرة الخامسة وسكانها النيل من هذه الحملة التوعوية. ومن ناحية أخرى، فقد تناول رئيس جمعية أرساد علي عبد الرحمن حجار مراحل وكيفية استخدام الغاز دون وقوع أي حادث تودي بحياة الأشخاص. لين سو سانسيبيليزاسيون سانسيبيليزاسيون شنو كيكم نوصفوكم الغاز الغاز هذا اللي تستخدموه في البيت ده كيكم نوصفوكم تستخدموه اديل عشان الغاز هذا كان شيء حادث للناس ناس ما بعرفوا تستخدموه نار كابوكم اوكي ارينا جينا هسه هنا دور نوصفوكم كيف تستعملوا الغاز ما بلا 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 اكسيداكي تسووا بلا بلا حادث وكيف قدام الاستاسيون سيرفيس كل الناس عندهم ها دراجات كيف تكمبورتي تشولو الاسانس بلا الاكسيدان عشان الناس غير بشر بالسيجاره جنب الاستاسيون وكذا ده كل شيء ما عديل. ونذكر بأنه قد استفاد من هذه الحملة التوعوية حول البنزين والغاز ومشتقات المواد النفطية عدد من رؤساء الحارات والمربعات بالدائرة الخامسة. عقد اليوم رئيس الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية الدكتور حسب الله مهدي فضله حديثا صحفيا، شكر من خلاله رئيس الجمهورية الدبيتنو لمساعيه التي أدت إلى نجاح الطاولة المستديرة التي انعقدت مؤخرا في فرنسا. يطيب للاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد أن يتقدم إلى الرأي العام وإلى قاعدته الشعبية بهذا البيان الصحفي حول أبرز الأحداث التي شهدتها ساحتنا الوطنية هذه الأيام والمتمثلة في انعقاد الطاولة المستديرة لحشد الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة التنموية الوطنية للفترة ما بين 2017-2021 والاستعدادات الجارية لعقد ملتقى الاستثمار التشادي الإماراتي في أبو ظبي الذي تنطلق فعالياته بعد ساعات من الآن. قدم الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد بخالص التهاني إلى الشعب التشادي عامة وإلى قائد سفينته فخامة السيد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بصفة خاصة بنجاح هذه الجهود الدبلوماسية الحثيثة المبذولة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. إن فرحتنا بهذا النجاح المنقطع النظير لا ينبغي أن تشغلنا من تقديم واجب النصح للجهات المختصة في بلادنا بضرورة وضع الآليات الكفيلة بتحقيق الإدارة الرشيدة والسليمة لهذه الموارد والمكتسبات واعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والضرب بيد من حديد على كل المتلاعبين بالموارد العامة للدولة ومكافحة الفساد والرشوة والمحسوبية وغيرها من الآفات الإدارية التي أعلن فخامة السيد رئيس الجمهورية حربه عليها في خطابه الشهير بمدينة أم التيمان. إن كل عمل بشري لا بد من أن تشوبه بعض النواقص التي ينبغي أن تسلط عليها الأضواء من أجل معالجتها في الأعمال القادمة.